السلام عليكم. النهارده هبدأ اول فيديو من tips for drawing. هتكلم عن ازاي نعمل blending للالوان الخشب بخمس طرق مختلفه، وهشرح الطرق دي. على اول حاجه الفيبر كاستل، علشان دي اكتر واحده موجوده في مصر هنا ورخيصه ومعظمنا بيستخدمها. تاني نوع البريزم كولر، عشان دي معظم الفنانين الاجانب بيستخدموها وبيطلعوا بيها حاجات تحفه جدا، فاحنا بدأنا احنا كمان نجيبها من بره ونستخدمها. هسيب اول دايرتين من غير ما اعمل بلندنج. اول طريقه هستخدم القلم الابيض، هلاحظ ان القلم الابيض بيخلي اللون يبقى باهتين شويه، فممكن بعديها ارجع تاني اعمل بالقلم الاحمر فوقيه عشان درجه اللون تبقى زاهيه اكتر. تاني طريقة هي القلم من بريزما كولر، اسمه كولرلس بلندر. هبدأ اعمل بالقلم ده حركات دائرية صغيرة كده كتيرة. تالت طريقة بالمية، هاتوا اي فرشة انتوا حابين تستخدموها وبلوها بالمية، وبعدين نشفوها في فوطة او منديل عشان تبقى يدوب مندية، وامشوا بيها بالراحة قوي على اللون اللي احنا عايزين نعمله فيه. صورة لخبطت وعملت بالمية في المكان اللي المفروض اعمل بيه في التربنتين. طبعا مش منطقي ان البريزما كولر تتعمل بالميه، بس انا قلت اجربها لكم عشان تبقوا شفتوها برضو. رابع طريقه بالتربنتين، اللي على اليمين ده بحوالي 20 جنيه، مشكلته بس ان هو ليه ريحه نفاذه جدا، فهيتعب اللي عنده مشاكل في الجيوب الانفيه او النفس، فلو هيستخدمها يبقى يستخدمها في مكان مفتوح والتهويه بتاعته كويسه. اللي على الشمال ده بيبقى أغلى شوية، بتحوالي 90 جنيه، بس ده ملوش ريحة خالص. اخر طريقه ممكن تكون غريبه شويه، هي بالفازلين، والقطنه دي انا مش عارفه اسمها ايه، بس المفروض ناخد حته صغيره من الفازلين ونوزعها كويس على القطنه، بعدين بحركات دائريه صغيره كده امشي بيها على اللون. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير.